مساء الخير. مرحبا بكم. بسم الله نبداو اليوم نديرو ان شاء الله وصفه سهله بسيطه، ما فيهاش يعني مكونات كثيره. راح نديرو لحمه راس، كاين اللي مازال ما طيبوهش وكاين اللي طيبوه في النهار الاول، كما هنا في الشرق يطيبوه نهار الاول. انا في النهار الاول الحق ما نقدرش ناكلو، نعود هكاك غلبانين وشب وشبعانين هكا، بعد ما نخليه ديما في الاخر ولا هكا في نص الاخر نطيبو كي توحشو هكا. عندنا قلنا انا الراس كيفاه درتلو تعرفوا يعني كل، بس ربما المبتدئات بنات صغار كيما ولادي يعني تسمى امكم تقريبا، يعني عندي لي هنايا كيما ولادي كيما خواتاتي كيما امهاتي. انا ولدي الكبيره في الجامعه. المهم عندنا بسم الله نقولوا عندنا الراس تاعنا، تعرفوا بعد ما نقيتوه كل شيء حطوا الماء، تحطوه في الماء تغسلوه مليح. طبعا هذيك حوايج يعني ما نهضروش عليها تعرفوها باش ما نديوش وقت. نحطوه في الماء يهز غلوه، ما تحطوا والو على الاول، تحطوه في الماء الماء يغلي غلوتين هكا تشوفوه حاشاكم خرج الرغاوي هذوك من الفوق. تحكموا تنحيوا الرغوه هذيك، نحيوها تخرج لكم كحوليه، المهم كاش ما هكا قعد ولا تخرجه لكم دم. المهم نحيو طيشوها وتحكموا تسيحوا هذاك الماء وتعاودوا ديروا ماء سخون، ما تحطوش ماء بارد خاطر راح يقرزل لكم. كنت تحطوا ماء بارد تحطوا ماء غليان ثاني هذيك الساعه هنايا باش ديروا داويوه. نحطوا على النار يغلي هذيك الساعه، نحطوا له ثوم، سنه ثوم كميه مليحه. كاين اللي يحب يحط ثاني البصل حطيت انا ثاني طرف بصل. تحطوا ريشات رند، تحطوا ملح، الملح ما تحطوش على الاول تفكرت، حطوا خليو كي يقرب يطيبه تحطوه يجيكم ليه ليه يطيب لكم. شويه تاع سكر، ريشات رند، ثوم قلنا، ملح، فلفل اكحل، شويه كمون، شويه كزبره. وعندي واحد اللي عندها قارص دير قارص تاع السوق قارص هكاك جديد، اللي ما عندهاش كيما انا كنت مخبيه واحد قارص عصرته وخبيت الاخر تاعو هذوك الشابوات هذوك لحت زوج في الماء ديما خبيوه تلقاوه هكا تديروه في الدجاج ديروه هكا تنحيو به الزفار هذيك وتخليو الراس يغلي. كاين اللي تزيد تحب تحط حبه طماطم تعب هكا تشلحها برك وتحطها، المهم هذيك حرين يعني النكهه. تخليو الراس تاعكم يطيب حتى ينشف وتفصوه. هذه هي المرحله الاولى، يعني نتمنى تكونوا فهمتوا، ماشيش نديرها بها ما نبطاوش ديجا هكا ابطيت بعد. نكملوا ذوك المرحله الاخرى. كنت قطع نصلته ونقيته من هذوك الزوائد كامل اللي ماش ملاح تاع العين حوايج هذيك كامل اللي ما يعجبوش هذوك. المهم خليت غير طرف الراس الملاح. هنا التوابل عندنا شويه كمون، شويه كزبر، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه حمر، شويه حار، شويه بابريكا، شويه حار، عندنا شويه حار فلفل، شويه ثوم، عندنا معدنوس ودبشه والاخر، عندنا هريسه، وعندنا شويه طماطم، وعندنا طماطم هذه راح نديرها صلصه نحطها معاه. اللي يحب تقلي بطاطا تقلي، انا البطاطا هذا وين درتها يعني ما عنديش بزاف، مانيش حابه نزيد نعاودها لهم، انا نقدمه مع صلصه طماطم وانتم احرار. دوك تشوفوا نديروا نشرملوه الساع في لاصوص. شوفوا هنايا عندنا كميه تاع الزيت، عندنا شويه طماطم قلنا بسم الله، نحطوا الطوماطيش تاعنا لا طوماط، خلوها تدير شويه، نزيدوا معاها شويه ثوم، خليها تحمص شويه تريح روعه. بعد ما تحمصت شويه ثوم ما خليهاش باش تحرق، نحطوا شويه تما هذاك في الاخرى باش ما تحرقناش. ها هي تولي لنا صوص ها. وبعد نزيدوا هذوك التوابل بسم الله، ها هي ملح، كمون، كزبرة، الحار، البابريكا، ها هم شغل تشرميله هكا. خليهم شويه، نزيد لهم شويه ماء، هاني زدت لهم شويه ماء، زين نحط شويه فلفل دركا وشويه نخليهم بعد مع الاخر، حطوا شويه تاع كزبر شويه برك يتلقى البلا، زين نحط الهريسه اللي ما يحبش الحرور ما يحطش باش يجيكم بنين. نحالوا تعرفوا البنات كي ديروا كيما قلت لكم تشرشموه بالقارص والرند والثوم والحوايج الكمون ما يجيكمش الريحه، وطيشوا الماء هذاك الاول وتعاودوا ماء جديد، صدقوني ما تشموش ريحه الزفار هذيك تاع الراس والريحه هذيك اللي ما
والو عادي تشموه يطيب عادي كيما قلت لكم على الكرشه ثاني تدي غلوه تسيحوا هذاك الماء الاول كي تخدموها ومن بعد ديروا تفتفوها طيبوها وتفتفوها هكاك الراس ها جيكم ما يجيش مزهم كيما نقولوا حنا هكا زاهم هاي بعد ما لاصوص تاعنا تغلي بسم الله نحطوا اللحم تاع الراس انا درتها شويه بكري حطها هي زدت له شويه ماء تخليوها البنات يدخلوا لاصوص هذيك الماء على حساب الاحتياج هاي تخليوها درك انا برد شويه كي درتو بكري خليه شويه يتشكشك في هذه الصلصه هذه ونحطو يتحمر في الصحن تاع التحمار في الفور يدي لون جميل مع انه يتنكى هكا خير ما ديروه ديراكت ولا طيبوه في الطريقه هذه راح يجيكم بها بنين ها هي خليوه هكا يتشكشك ها هو قاعد يغلي ها هو انا دوك نطفي عليه كي شغل تبلتو البنات في نفس الوقت نربح شويه الصلصه هذيك نحطو في المول حطيت شويه زيت دهنتو باش يتحمر لنا نحطوهم طرف تاعنا ها هما انا قطعتهم شويه كبار نتوما تحبوا ديروهم اصغر ديروهم باش يجيني برك باهي هكا ماشي الصغر مخلا وبعد كي تاكلوا تقطعوا تاكلوا واحدة شرميله يا البنات بنينه تاكلوها هكا بعد بالخبز ها هو البنات ستفتوا درك نحطوا في الفرن يتحمر نشعلوا الساعه من التحت ما انا عندي المروحه يتحمر شويه من التحت هي يتحمر كامل يعني ومن بعد نعاود نشعلوا من الفوق قلت لكم نحطو من التحت ندير مروحه ويتحمر شويه من التحت باهي يتحمر لي ومن بعد نزيد نشعلو من الفوق شويه باهي يزيد يتحمر من الفوق ودرك نكملوا الوصفه شوفوا هنايا هذيك لاصوص اللي قعدت لي من لحم الراس زدت لها شويه زيت درك نزيد نحط عليها الطماطم هذه والثوم والفلفل ها هي بدات تغلي الزيت تاعنا نحطو بسم الله طماطم باه نديرو الصلصه وتجيكم نكهه بهذيك التوابل اللي درنا قبل هكا باش ما تقواش يديروا بالخبز تعرفوا حنا شعبي حاب يغمس نحط الثوم والفلفل اللي قعدوا لي ها هي وديجا فيها يعني شويه ثوم من قبل في التتبيله دوك الطماطم تاعنا نخليوها تغلي مع الثوم هذه والفلفل حتى تطيح خلاه ذوب كيما نقولوا تطيب في زيتها ونطفيو عليها البنات باش ما نبطاوش وكثروا عليا من الخضره وفواكه وثوم وحوايج هذه وبصل تعرفوا تقوي المناعه طماطم فوائد تاعها كثيره فيها فيتامين كاف تخثر الدم فيها الفيتامين سي حتى هي حامضه مفيده لكثير من الاشياء ثبتوا يعني قالوا مليحه للزهايمر مهم فيها فوائد بحثوا عليها هاو اللحم تحمر لحم الراس هاو حبيت نعطيه لكم هكا في البلا هاو شوفوا كيف يزيد يتنكه ويتبنن دوك نعطيه لكم ان شاء الله في طبق تقديم ابرك هذيك الصلصه اللي فيه الزيت تحمروا بعد تشكشك فيها هاو البلا تاعنا شوفوا كيف جا ما شاء الله هاي اللي محبين لحم الراس بزاف عنده محبين لحم الراس والكرشه كاين اللي ما ياكلوهمش خلاص ها هي شوفوا كيف جاب الصلصه هايل وفي نفس الوقت مليح في التزيين جربوه ان شاء الله تعجبكم طريقتي غيروا شويه وهذه هي وشهية طيبه للجميع وبقاو على خير.